ونظل في الشأن اليمني، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن العمل جار لتهيئة الظروف لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات في السويد. ميدانيا، شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجوما عنيفا على محاور عدة تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات، كما استكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقتي فطحة وناطع. كما دمرت مقاتلات التحالف مواقع استراتيجية ومخازن وآليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر للميليشيا الحوثية. واندلعت اشتباكات في جبهة ميمنة أحبطت قوات الجيش الوطني خلالها محاولة التسلل البائسة إلى جبهة قانية، وأجبرت عناصر الحوثي المتمردة على التفهكر. وإلى البحرين، حيث أصدرت